الدورة الثالثة في نطاق الأعداد للموسم الجديد مواليد 2006-2007 المدارس آ وباء. أكيد أنه هذوما الدورات باش يحسنوا أكثر اللاعبين، ياخذوا فيهم ليروبير نتاعهم نتاع اللعب تمهيدا للموسم الجديد. لعبنا ضد عديد الأندية، لعبنا ضد النجم الساحلي اللي استضافنا في سوسة وثم استضفناه في صفاقس، كيف لعبنا ضد محيط قرقنة. المرة هذه اخترنا مركز تكوين نتاع قفصة اللي يشرف عليه ابن النادي بشير بن أحمد، اللي نحب نحييه على التعاون نتاعه وعلى حبه للنادي ومعناها وتقديم مواهب للنادي، وخذينا لاعب معناها من المركز هذا. كيف فريق الأهلي الصفاقسي الفريق مجاور، دورة ممتازة، تنظيم محكم، هذا ماهوش غريب على جمعية كبيرة كيما نادي الصفاقسي، معناتها اللي كنت تقمص زيها في مدة سابقة. الحمد لله معناتها لقينا كل الترحاب، وانا معناتها من مواقع هذايا نتمنى للنادي هذا الصفاقسي كل النجاح على مستوى الشبان ولا الاكابر، وان شاء الله يكون معناتها موسم رياضي كبير للنادي هذا الصفاقسي. دورات هذوما الصغار ما تعرف سلاحها، فهمت، نستغلوا الفرصه باش نعملوا دورات، خاطر الصغار معناتها لازمهم في الفورماسيون نتاعهم، لازم دي كومبيتيسيون اوفيسيال بصفة الشامبيونان نتاعهم اللي توم بدات، نستغلوا في الفرصه باش نعملوا دي تورنوا هكا باش نسنسوا صغار على الكومبيتيسيون. تنويع المباريات هذه وتكثيفها يصب في مصلحة الشبان نتاعنا، باش يتعودوا على نسق المباريات، باش نقيموا العمل اللي قاعدين يعملوا فيه المدربين منذ توا أكثر من شهرين، وتحديد النخبة نتاع اللاعبين باش ندخلوا بهم الموسم الجديد ونشاركوا في مختلف المجموعات اللي تعرف فريق المدارس، فما عديد المجموعات نتاع مواليد 6 مواليد 2007 باش نشاركوا تقريبا بأربع فرق، وهذا باش يخلي الأكثر ما يمكن من الاحتكاك نتاع اللاعبين الشبان نتاعنا، كل هذا في نطاق التكوين نتاعهم، في نطاق الانتقاء افضل العناصر اللي باش تكون ان شاء الله في مستقبل المواسم تاسس مختلف اصناف الشبان.